تتعدد معالم مدينة فوة الأثرية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشتمل على الكثير من الآثار الإسلامية في مصر، بالإضافة إلى آثار الصناعات التي كانت قائمة منذ أيام محمد علي. احنا عندنا تلت الاثار بتاعت العالم، ويعتبر بلدنا احسن بلد في الاثار وفي السياح ان هي تيجي عندنا. هو عندنا الاثار في مصر بتجذب السياح وبتزيد الدخل القومي. تعتبر فوة ثالث مدينة من حيث الاثار الاسلامية بعد القاهرة ورشيد. فمن حيث الاثار الدينية تضم مجموعة من المساجد، أشهرها مسجد الشيخ شعبان ومسجد سيدي أبو المكارم، وتضم أيضا مصنع للطرابيش. عايزين تبقى الدعاية عالمية، الدعاية تبقى أكتر من كده، لو يتصرف عليها أي مبالغ هيجي أضعافها من الناس اللي هتيجي. في ناس ما تعرفش إيه اللي في مصر، في ناس في دول ما تعرفش ايه اللي في مصر. تتعدد المناطق السياحية بمدينة فوة ما بين النيل الخالد وزيارة المناطق الأثرية، وكذلك ورش السجاد والكليم التي تعتبر من العلامات المميزة لمدينة فوة السياحية. وعشان يبقى اسم البرنامج على مسمى وتكون مصر جميلة، لازم مصر في كل مكان في مصر تكون جميلة، ولازم يتم إلقاء الضوء على كل البقاع المصرية الناصعة البياض المليئة بالتاريخ. يعني كل حبة رمل في مصر فيها تاريخ، وبتتحدث عن تاريخ المصريين القدماء اللي عملوها بجهدهم وعرقهم. خلينا النهارده نطل اطلاله على منطقه الفيوم وما تحوي من اثار نادره. مش كتير من المصريين يعرفوا مجموع الاثار اللي موجوده هناك ايه، وازاي كانت الفيوم من المناطق المحببه جدا للمصريين القدماء، وانشاوا فيها العديد من المعابد والاهرامات، وفيها كمان العديد من الجبانات. تم الكشف عن العديد من الاثار اثناء وجود البعثه المصريه البولنديه في هذه المنطقه، واللي كان طرف اساسي فيها ضيفنا النهارده، واللي ايضا كانت رساله ماجستيره عن منطقة الفيوم وما بها من أثار. سعدنا النهاردة أن احنا نستضيف دكتور رضا عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة لمنطقة أثار الهرم. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. وطبعا حضرتك يعني من أدرى الناس بمنطقة الفيوم، لأن رسالة الماجستير كانت عنها قبل ما حضرتك تنال رسالة الدكتوراه، وأيضا أنا كنت موجود أحد الأطراف الأساسية في البعثة المصرية البولندية في منطقة هوار. كلمنا مبدئيا عن أهمية محافظة الفيوم. محافظة الفيوم من أغنى محافظات مصر أثريا. نعم. يعني الكثير لا يعلم أن الفيوم بها 35 موقع أثري. حتى الأثريين من زمايلي اللي اتخرجوا من كلية الآثار ما عرفوش غير منطقتين مثلا، هوارة واللاهون. صحيح. على أن دول فيهم أهرامات. وده كان محور دراستي أثناء الماجستير. الأهرامات اللبنية والحجرية في عصر أسرة 12 الفرعونية. في الوقت ده اهتمت جامد بمنطقة الفيوم لأنها تحوي أهم أثر لبني وهرم كان بارتفاع 58 متر، تناقص دلوقتي بقى 50 متر ولسه هيتناقص، لأن الهرم معرض لخطورة جامدة جدا إن لم نستيقظ ونلحق ونرمم هذا الهرم العظيم. هو هرم اللاهون، لأن الأهرامات دي أساسها بيئة من الحجر، وكلها البناء الخارجي أو العلوي من اللبن، ومستمره بقالها كام سنه، كام الف سنه، اكتر بكتير من 1000، يعني من اسره 12 حوالي 1750 قبل الميلاد. يعني ضيف عليهم حضرتك 3000 2000 وشويه، 3750 سنه، قربنا على 4000 سنه. واثار من الحجر والطوب، اللبن، اللبن في الاصل لبن، يعني في الغالب لبن. وما زالت موجوده، مش هتشوف الحجر، تشهد على عظمه المصريين، وبتتعرض للمياه تحت السطحيه، المياه الجوفيه دي بتنحر فيها مع اهمال شديد جدا من
بعض المسؤولين عن انهم سايبين الاهرامات دي مفتوحه للزياره، مفتوحه للسياحه، والميه الجوفيه تخش تدخل المدخل مع الضيف الاجنبي بتاعك تلاقي الميه مقابلاك في المدخل. الاجانب بيعملوا ايه مع المرشدين؟ انا بشوف بعيني، وانا اشتغلت هناك سنتين في موسم حفاير هنتكلم عنه بعدين، ان انا الاقي المرشد داخل وفي جيبه طوب او في ايده طوب عشان يحذف الطوبه الميه تيجي في وش الناس او يصوروا الميه اللي جوه الهرم. والهرم ده مفتوح لحد النهارده من غير باب. وبعد ما عملنا تحليلات لعناصر الميه لقيناها حاجات كتيره جدا منها رواسب طبيعيه. فاحنا تحتاج ان احنا نهتم بالاثار اللبنيه لان دي نادره مش موجوده في اي حته في الدنيا. خليها تكون صرخه تحذير هنا من مصر. جميله الاهتمام بها. مصر جميله طبعا باثارها. اللاهون. هرم هواره. هرم هواره. ثم هرم اللاهون. نعم. الاثنين بيتعرضوا ل يعني حمله طبيعيه شرسه من المياه الجوفيه زائد اهمال البشر. حاجه لبن فهشه. فالرحلات المدرسيه بتخش تزور. هو على الشاشه معانا يا فندم، هل هو ده هرم اللاهون ولا هرم هواره؟ موجود معانا. ده هرم هواره. هرم هواره اللي انا اشتغلت فيه لحضرتك. وكان الجزء الشرقي منه عباره عن تل رديم محطوط من 100 سنه وشويه، من 110 سنه. من ايام حفاير بتري. بتري ده عالم انجليزي اثري جه نظف وكان بيعمل عمليه تنظيف سريعه. ورمى الرديم، اثناء شيل الرديم ده طلعنا منه 155 قطعه اثريه محطوطه النهارده في مخازن. منها قطعه هتعرض دلوقتي انا ببعتها لكم هتشوفوها حضراتكم، نادره زي الماسك اللي كان بيغطي موميا وهو مذهب، يعني قصي مذهب لمومياء نادره. ترجع طبعا لعصر اليونان الروماني عصور متاخره. الاثار المصريه هو ده برضو دي احد الاحد السكالز او الجمجمه الجماجم اللي لقيناها ليله كتير جدا في دفنات كتيره جدا متخمه للرديم ده. جوه الرديم كان متشوه ومحطوط ولا حد بيعرف عنه حاجه. اما عملت كنت انا عضو مؤسس للبعثه المصريه البولنديه بالاشتراك مع كليه الاثار وجامعه اسمها جامعه بروتسواف في بولندا. هذه الجامعه ساهمت بالمال فقط. ده القناع اللي حضرتك بتتكلم عنه. القناع اللي انا مطلعه في الرديم، يعني بعد متر ونص من الارض. لقيناه جوه الرديم واحنا بننظف ايه؟ جبت مهزه عشان اهز الرديم قبل ما انقله وانظف واشيل الجزء اللي هو تركه بتري العالم الانجليزي ده جنب الهرم. وفي لسه ضلعين محتاجين ومقدم من 10 سنين او اكتر من سنه 2009 اخواننا عاوز اعيد البعثه دي لانها كانت توقفت نظير خلافات شخصيه بين المديرين. امين عام مجلس الاثار مع عميد كليه الاثار ايامها خلافات شخصيه وقفت البعثه. والنهارده بنقدم عشان ننقذ هذه الاثار ونعرضها للناس. وانا باتصالاتي مع الزمايل في المخازن هناك اللي خدوا منا الاثار وحطوها في المخزن قالوا ان خدوا القطعه دي وبيرموها دلوقتي عشان يعرضوها في المتحف الكبير. فانا مبسوط جدا طبعا. واولى ان احنا نعرضها فين؟ في ارضها في الفيوم، لان هناك في متحف الفيوم اللي هنتكلم عنه برضه في فتره. طيب احنا كده عرفنا ان يعني تاريخ الفيوم ده مغرق في القدم، بيرجع بعض القطع الاثريه فيه ل 3750 سنه واكثر، لان وأكتر. ده احنا في عصور ما قبل الاسرات موجوده في الفيوم. الفيوم دي من 10000 سنه. في يعني بعض الاثار لبنيه وفي بعض الاثار حجريه. ايه اهم الاثار الحجريه اللي موجوده هناك بقى اللي هي اكثر صلابه يمكن من الاثار الاخرى؟ انا ما اشتغلت وكانت رسالتي كان تركيزي في الفيوم على الجزء اللبني. لانه قد ايه هذه العناصر موجوده وقائمه اسوه بالمعابد الموجوده لحد النهارده الحجريه. في معابد كتيره جدا في الفيوم زي معبد اللابيرانت او قصر التيه. المعبد ده من اضخم المعابد الاثريه اللي جه هيرودوت زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد وقال وحكى في تاريخه ان هو شاف معبد يعادل معبد الكرنك والاقصر مع بعض. اذا حاجه ضخمه جدا. احجاره دلوقتي متناثره مهمله فيها بعض الاحجار عليها نقوش، وانا باعت بعض الاحجار هنا اللي تعرضوها. الصوره لقيتها على الشط ترعه، بعد ما في ترعه هناك جنب الهرم اسمها ترعه عبد الله وهبي. الترعه دي مأثره بشكل كبير جدا على الهرم. فما جيت عملت البعثه وكونتها واتفقت مع يعني وفقت بين الجامعتين، كنت انا الكوردينيتور. هنتكلم عن ده الشكل ده. ده الجزء ده الترعه، ترعه عبد الله وهبي اللي هي اتعملت في ايام ما كان محمد علي بيشق القنوات. ايوه. فاثرت بشكل مباشر لانها بينها وبين الهرم حوالي 20 متر.
فبتصرف ومن غير تبطين مش مبطنه. فجيت عرضت اثناء عمل البعثه ان احنا هنبطن بالاشتراك مع محافظه الجيزه، وكنت جايب فلوس من بره يعني، جبت الناس من امريكا ومن بولندا، قلت لهم يا اخوانا اللي معاه فلوس يجي. وعملت صرخه على النت في هرم هيقع، ايام ما كنت بدرس الهرم ده في الماجستير. لان اللي دخلوا اول واحد زمان، بيتر بيحكي لنا ان هو دخلوا لابس كيس يعني من زمان قوي الميه جواه. فاحنا ليه سايبين هرم زي ده مليان اسرار ومليان حاجات جميله جدا، والاثر اللي اكتشف جنبه انا لقيت اثناء التنظيف اسم الملك اللي يدل على صاحب الهرم، امن محاكمي معت رع بالهيروغليفي. دي بعض الاثار اللي كانت موجوده في الرديم ولا دي ايه يا فندم؟ كل دي كانت موجوده في الرديم. انا دي انانيه نادره لها بسبوس جميل كده وهي واخده انتفاخه معينه، وموجوده دلوقتي في مخازن كوم اوشيم المتاخمه لمتحف اثار الفيوم. جميل. اذا هناك متحف اثار في الفيوم لكنه لا يتسع لكل قطع من يعني تعدد هذه القطع، ففي بعض هذه القطع موجوده في المخازن ربما يسعها المتحف الكبير ان شاء الله اللي احنا بنتكلم عنه. المخازن عندنا في مصر حتى في الهرم عندنا في سقاره عندنا كميه مخازن ما شاء الله. مصر ثريه باثارها. صحيح. يعني مش هتلاقي بلد في العالم عندها الاثار المصريه. الاثار اللي احنا جمعناها من الحفاير محطوطه في المخازن، لو عرضت تحتاج اضعاف اضعاف المتاحف الموجوده حاليا. ولكن انا بعتب دي احد بعض القطع الاثريه برضه كاتبين عليها الدلائل بتاعتها، او يعني دي كاتبين عليها التاريخ. مسرجه، مسرجه اللي هي زي الشمع دان كان يحط فيها الفتيله، ولقيت واحده بالفتيله بتاعتها موجوده من الاف السنين من الاف السنين اكثر من 3000 سنه مدفونه في الرمله مرميه. يعني اي حد كان ممكن ينكش كده على بعد متر ونص فرديم موجود. ولكن البعثه دي من مآثر البعثه اللي بعض الناس هجموها وقالوا ده البعثه البولنديه، بالعكس لها محاسن، واحنا على استعداد تاني ان احنا نجمع الناس تاني وييجوا واحنا اللي نشتغل. وانا مقدم طلب شخصي حاليا هيبقى قدام اللجنه الدائمه في خلال ايام ان احنا نعيد عمل هذه البعثه لما لها من نجاحات متميزه لم يسبق للحكومه المطريه او المجلس الاعلى صار انه يعمل حفائر بهذا النجاح. في برضو اشياء جميله جدا اخرى يعني دي بعض دي مش بعض المعبودات مش من الحاجات المنتشره يعني حتى في اثارنا اشكال جديده. ده من الفخار المحروق بيسموه يعني زي مدهون، وده واخد شكل غزال او حيوان خرافي معبود جميل برضو الاناه. دي بقول لك ضمن 155 قطعه تم تسليمها في 2009، ولحد النهارده من 2009 لحد النهارده ببعت خطابات يا اخواننا يلا نعيد تجديد العمل وننظف ونشتغل. يقول لك اصل الناس كان عليهم شبهات، طب مشينا الناس واحنا مصريين نشتغل، اصل الفلوس جايه منين؟ احنا شعب جميل جدا طبعا ومصري جميله بناسها، ونقعد ندور على حاجات تعرقل الموضوع. لكن يعني عندنا الحقيقه وزير اثار نشيط خالد الحناني وخالد ممتاز، ونتمنى ان شاء الله يعني الموضوع ده يوضع في الاعتبار باذن الله، لانه فعلا ولكن فعلا مصر زي ما حضرتك بتقول زاخره بالاثار، ففعلا احنا محتاجين انفاق كبير جدا على الاثار، وانه يكون في وعي مجتمعي باهميه الحفاظ على الاثار. حضرتك خلينا نروح للمتحف بقى الموجود كمان هناك في الفيوم، ونتكلم عن اهم ما يوجد في المتحف، لانه لو اي حد عاوز يزور الفيوم ممكن يعدي على المتحف برده ويستمتع بزيارته. انا هتكلم عن المتحف الصغير اللي انا عملته قبل قدام الهرم. دلوقتي لقيت نتاج الحفر كتير، وفي احجار منها يعني مش عاوز اقول انها غير ذات قيمه، ولكن ثقيله وممكن تتحط هنا ومش هتاثر. فنقلت بعض الاحجار والعناصر المعماريه وعملت سور من اللبن نفسه اللي كنت بضربه، كنت بشارك العمال في ضرب الطوب، والطوب ده كنا بناخده من نفس اللبنات المنهاره ونعيد ضربها تاني بنفس الحجم. فعملنا سور صغير وجمعنا حوالي 20 قطعة في مدخل هرم هوارة. المرشد السياحي دلوقتي بيخش يعمل ايه؟ مع الغفر بتوعنا هناك بتوع الآثار، يقولوا تعالوا أوريكم متحف رضا اللي هو اللي أنا اللي أسسته الصغنن ده اللي قدام هرم هوارة، ويبدأوا يشرحوا عليه بعض القطع النادرة اللي ظهرت أثناء الحفر، ولقينا إن احنا مش لازم نسلمها المخازن، خليها في مكانها. فأنا نقلنا القطع المهمة جدا للمخازن، على إن المتحف المصري الكبير ومتحف التحرير أخذ بعض القطع على علم يعني بالموضوع ده، بعد طبعا ما تم تسجيلها وتوثيقها وكده. ولكن متحف الفيوم بقى الاصلي في كوم اوشيم فتح سنه 1974، طبعا كنا لسه صغيرين، وفتحوه فتره واتقفل تاني حوالي اكتر من 15 سنه مغلق. شانه شان متحف طنطا، متحف الزقازيق، متحف سوهاج اللي قعد كتير لحد ما فتحوه، لسه فاتحينه الشهر اللي فات. احنا عندنا حوالي 20 متحف المفروض يعاد فتحهم لما فيهم من اثار المحافظات دي. ده ممكن دي تعمل جذب سياحي رهيب، يجيب الناس
لان الفيوم مش بعيده عن القاهره، لا 80 كيلو بعد الهرم، يعني الهرم للهرم من هرم هواره الهرم الجيزه 85 كيلو لحد مدخل المنطقه. بعدين ده احنا بنتكلم عن اقل من ساعه، هي اعدت من افقر المحافظات على مستوى الجمهوريه، فلما يكون عندها كل هذا الغنى في الموارد اللي ممكن يؤهلها انها تكون موقع سياحي وتجتذب سياحه، لازم نهتم بهذا الجانب عشان ندر الدخل على المحافظه. حضرتك الفيوم هي فقيره اسما، لكن نعم. في الواقع غنيه بتراثها وبثرواتها. نعم. الفيوم دي لما الواحد بيحددها شعبها شعب مختلف عن شعب الجيزه او القاهره اللي احنا عايشين معاهم دول. ناس طيبين جدا وبيقابلوا الناس كويس قوي، وامان يعني غير اي منطقه، يعني هناك لما تروح حضرتك بالخواجه داخل معاك هتلاقي في فرحه من الناس وعينيهم هتاكلك من الفرحه، نفسهم انهم يعني يحطوا بلدهم على الخريطه ويبقى في مورد للدخل، حاسين باهميه السياحه. لازم وزاره الاثار يكون في تعاون مستمر مع وزاره السياحه لوضع هذه المواقع على الخريطه السياحيه واعداد برامج. يعني عندنا هرم اللاهون مفتوح للزياره، انا متاكد ما بيروحوش تذكره او اثنين في اليوم، بيبيعوا واحد او اثنين. ليه؟ لان على المدخل بتاع اللي بيعدوا من البلد، طب ما تعملوا مدخل من بره من ناحيه بني سويف، سهله جدا الحاجات دي. وبداوا فعلا يفكروا اخيرا انهم يحسنوا من هذا التطوير. كلمه تطوير دي اللي احنا عايشينها، انا في الاثار بشتغل بقالي سنه 32 سنه وطبعا بتنقل، بس اساسي في منطقه اثار الهرم، بشوف كلمه تطوير دي في كل منطقه، ولكن التطوير الفعلي ما بيحصلش. انا من يوم ما رحت سنه 86 والهرم في تطوير، والناس تروح تشتكي من بعض الحاجات، لان كلمه تطوير دي كلمه عايمه ان المنطقه في تطوير. فاحنا بنطالب بتطوير فعلي للمناطق الاثريه، وضعها على الخريطه السياحيه، تعاون مع المرشدين السياحيين يكون في ايجابيه معاهم، تنسيق وضع الحمامات والحاجات دي. ودي من اغراض اللي انا كنت مقدمها قريب للمجلس الاعلى للاثار، وانا عضو في وزاره الاثار او واحد من وزاره الاثار. نعم. بقول لزمايلي تعالوا نعمل منطقه الفيوم دي حاجه جميله قوي، والدعم خلوه على الله ثم على الاجانب. يعني انا هجيب اجانب بحكم ان انا بعرف لغات وبقنعهم تعالوا ننقذ هرم رجع ناس معاها ملايين عشان تنقذ هذا الهرم. الدعم ممكن يكون موجود في سبيل ان احنا نعمل كشوفات جميله زي دي. طبعا انا بشكر وجود حضرتك معانا والمعلومات اللي افدتنا بيها عن هذه المحافظه الجميله الغنيه بشعبها والغنيه بمواردها الاثريه والسياحيه. شكرا جزيلا دكتور رضا عبد الحليم مدير عام العلاقات العامه لمنطقه اثار الهرم على وجودك معانا. ربنا يخليك فندم، شكرا جزيلا. صباح لسه فقرتنا متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع الانشاد الديني من خلال فرقه طه ابو عميره، انتظرونا ان شاء الله.